بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ازاي اتامل في كلام الانجيل؟ هو انا يعني في قراءه اسمها قراءه الالمام. الالمام يعني اقرا الاصحاح كله بسرعه اعرف هو بيتكلم عن ايه، بس ما يكفيش ده. القراءه الثانيه بقى قراءه التفسير، اروح ماسك فقره وشوف كتاب بيفسر بتفسير كنسي مقبول زي كتب ابونا تدرس يعقوب، وابتدي اقرا بيقول ايه الاباء في الفقره دي، في الايات دي بيقولوا ايه. خدت تفسير مظبوط اهو، تقولي خلاص كده؟ اقول لك لا معلش، بقى في حاجه روحيه ان انا اجي ايه كده جميله عجبتني احط تحتها خط وحطها قدام عينيا. وفاكر زمان لما كنا صغيرين كنا نكتبها في آية، نكتبها في حتة ورقة كده بسرعة مش هنضيع الوقت، نكتبها بخط كبير كده الآية ونحطها على مسمار كده فوق المكتب اللي بنذاكر عليه. فأنا عمال أذاكر أذاكر أبص ألاقي الآية قدامي، أذاكر أذاكر أبص ألاقي الآية قدامي. فهي تفكرني بنفسها وهي تفكرني بربنا، وهكذا يكون الكتاب دائما أمامي في كل حين زي ربنا اللي في قلبي في كل حين. له المجد الدائم إلى الأبد آمين.